بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمرو عيسى، استشاري جراحة الأوعية الدموية، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى جمال عبد الناصر. هنتكلم على الاندوفاسكولار بروسيجرز المختلفة. في الوقت الحالي حصل تطور شديد جدا جدا في أساطر الشرايين وأنواع البالونات وأنواع الأساطر والدعامات اللي موجودة. فأهم حاجة بذكر الناس كلها دايما، أول حاجة لازم الكلينيكال ايفالويشن للمريض، لأن يعني تو ستادي افري كيس از الون، ونشوف إيه احتياج المريض وهل فعلا المريض هيحتاج التدخل والاندوفاسكولار ولا لا. واللي هيحتاج الاندوفاسكولار أهم حاجة في الدراسة عندنا الأول هي لو في إمكانية إن احنا نعمل الإشعة المقطعية بالصبغة، وإحنا بنفضل إن تدرس جيدا وتدرس اللي هي المقاطع بتاعتها، بحيث إن احنا نعرف إيه أماكن الدي، إيه الأماكن اللي هي اللي فيها توتال أوكلوجن، ونشوف الران أوف بتاعنا ونشوف الفاسكولار بيد عشان يكون في عندنا جود إيفاليويشن. طبعا الحاجات المعتادة كل حالة بتدرس جيدا وبيتحط لها خطة قبل إن احنا ندخل أوضة القسطرة. وفي النصايح المهمة عندنا اللي احنا اللي هي الحاجات الستاندرد، يعني أي تدخل عندنا المفروض إن هو ما يزيدش عن ساعتين، لأن بعد ساعتين نسبة الاحتمالات الكومبليكيشنز عندنا بتزيد. يعني حتى أنا لو ما خلصتش خلال الساعتين دول ممكن أوقف ورايح المريض بتاعه، ممكن نرجع ندخل تاني بعد أسبوع أو بعد أسبوعين ونكمل. والأهم حاجة عندنا في اللي هي الحاجات اللي احنا لقيناها إن الستنس في الإلياك أرتري وفي الأورطة النتيجة حلوة أوي. كل الحاجات اللي هي الإنفرا إنجوينال بنفضل البالون أنجيوبلاستي، بتدينا نتائج جيدة. وبرضه ما ننساش رول بتاع الكربون دايوكسيد في حالات اللي هي عندنا ديستربت رينال فانكشنز. بنتابع الحالات ونصور كويس ونشوف الران أوف بتاعنا كويس. واهم حاجه برضو ان احنا نشوف، مش شرط ان انا اوصل ال 100% اوف كوركشن، لكن انا اوصل ان انا عندي جود بلاد فلو للديستال بارتس. شكرا.